أهلا وسهلا، ما عندي غير مقلة تاريخ هالمجلة. بالأول كنت جيب 10 كل شهر، بعدين شفت كل شهر يعني عم بدفع ألوف الدولارات حتى يوصلوا على لبنان وأعطيهم. قلت لهم إذا ما قدرتوا تقروا مجلة خلاص ما بقى في زوم أصرف هالقد يعني. حتى البيع كونكشن قلت له كمين ما بدي، لأنه يومياً في جماعة كل يوم بيبعتوا لك بذرة من أوشو، وبذرة وحدة بتخضر المحيط والدنيا كلها. مشان هيك eat, drink and be merry and meditate. شو ما عملت يكون عملك في تأمل. انتو عم تتأمل بتاكل بتشرب بتنام بتقوم بتروح. بعدين بيقولوا لك هون من هو هيدا أوشو؟ أوشو منو جسد، منو إنسان، هو روح، وكلنا من روح الله. بكل عصر بيجي مستنير موجودين حتى انت تتذكر اني انا مني عتمة، انا نور. حتى العتمة هي منورة، luminous darkness. مشان هيك الليل كل ما عتمت 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 بينفجر النور. فاذا كل مجلة وحدة بتأديك اذا كنت عم بتجيبها بتبلش انك تقرأ. جسديا أوش عمره 80 سنة، بس هو مات عمره 59. ويك أب عم بيقول اللي عم بحطوها المجلة عشاء لقلو كلهم حول العالم ما بيلتقوا جسديا في انترنت، بحطوها المجلة أوش وورد عالم أوش ويك أب. هودي هيك كلمات قالون هو، بيقول إذا ما خسرت اللي معك ما فيك تربح الوجود. إذا ما خسرت الموجود اللي فيك، فيك تطير بلا أجنحة أنت. ما تسمع لحدا يركبوا لك جوانح، طيران إلى الداخل ما بده أجنحة. إذا فكرك فاضي من الكفر هيدا هو معبد الله. ما في شيء بيوقع وفاشل مثل النجاح. كل ما نجحت كل ما فشلت. المحبة هي أقوى نجاح. وإذا عندك هالمحبة بيلحقك النجاح وبتلحقك السلطة والقوة والمال وشو ما بدك. يلي أنت بحاجة إله هو بيجي لعندك. It's a happening، حدث. شو ما أعطاك الوجود هيدا هو اللي لازم يكون معك. سنة 1969 هالكتاب اللي انكتب وحطيته بالعربي أنا النكاح، هو الوحيد اللي حكي فيه From sex to super consciousness، من الجنس إلى الضمير الكوني. والناس كلها انتقدته لأنهم عقلهم وضميرهم بكلمة sex، الجنس هوس بهالدنس. Love is mutual exploitation. المحبة هي انفجار كوني مع الكائنات كلها. انتو الحبيبة والحبيب والمحبوب نيناتكم. كلمة يشاء لن يهدي إلا من يشاء، بين هيدا جسر بينك وبين الله. نعم. Meditate and go to the marketplace. يا حبيبي بس بدك تروح على السوق تشتري، روح بحالة تأمل، حالة عبادة، حتى ما تشتري شو ما كان تتهتري. هل أنا بحاجة أو لا بحاجة؟ فإذا بدي أشتغل كل حياتي تأصرفهم على صحتي وتركهم للورثة، رو زين العابدين، رو الإمام علي شو قال، لمين بدي ورثهم يعني؟ وين هالملوك اللي كانت مسلطني بهالقصور؟ قال تتحتفل بالحياة، هيدا شيء ضروري ومهم. تتحتفل بحياتك أنت اللي فيك، هيدا الشيء اللي هو أهم. نشوف الشجر، العصافير، النجوم كلها عم تحتفل، ليش أنت لا؟ هيدا هو الاحتفال، تحتفل بوجودك بهالوجود.
هلا بهالمجلة دايما بتشوفوا كل كلمة بتقروها بتقول يا الله كأنه عم بيحكي عني أنا. ليش أوشو مثل المغناطيس عم بيسحب الناس من حول العالم؟ كتبوا نمبر وان عم تنباع حتى بالأمة العربية. أكثر العرب بفوتوا على الموقع عندي تيقروا أوشو لأنه عم نفتش على الحقيقة. خلاص إجا وقت دمار شامل، إجا وقت ما بقى نصدق ولا رجل دين ولا فاتيكان وأزهر ولا فلان ولا بدي أسأل نفسي. مشان هيك بكل عصر بيجي واحد وبيقول لك الحقيقة. ما صدقت إبراهيم، صدقت عيسى، ما صدقت موسى، ما صدقت محمد، ما صدقت ورسل قصصنا ورسل لم نقصص. قال لك بلغ آية. هلأ لأنه الدمار الشامل صار قوي بلشت الشباب بأي عمر اللي كان عم تصحى وبتوعى. من أفقر الفقراء وأغنى الأغنياء تلاميذه هن لبسوه، قال لهم استخدموني واستخدموا جسدي وشو ما حطيت وصيعة مليون دولار سيارات كلها رح أقبلها، بدي أشوف الحقيقة بكل شيء. حطوا فيهم كله مثل ما المسيح وقت اجت المجدلية وكبت العطر على إجراه، قال له يوداس لشو عم بتكب العطر؟ كنا منبيعه ومنعطيهم للفقراء. قال له الفقراء عندكم في كل حين، عم بتغسل حالة ونحن هيك وقت بلبسك وبعطيك عم بغسل حالة. بقول لك بشكرك انك اخذتهم ما سرقتهم، بس انت من اهل الشر. بس الاهل الخير اذا بتعطيهم بيصرفون على الخير، بتعطيهم لاهل الشر رميت مجوهراتك للخنازير. هو الخنزير الحقيقي عنده رحمة اكثر من الانسان، بيضل يطمهم بالارض بيجي واحد بياخده. بس كل اللي تعاملت معهم وين صاروا؟ شو عم تعملوا؟ ان كان بالكويت أو بالسعودية أو بلبنان كلكون وبسوريا أكبر الكذبي. ما حدا فتح محل صادق فيه، كلكون كذبين. صاروا قليل بسوريا 20 مليون، في بشار أنطون وزينة واحد اسمه حميد خياطة بحلب. أكبر كذاب بسوريا هو علاء. فتحت الباب لقيته هو واقف وانا عم بحكي على التليفون، سكرت الباب مش حطه ما خليته يفوت. صدق حاله علاء السيد كل شهر اعطيه 2000 دولار. شو عمل؟ كلهم بالكويت فتحوا شيء اسمه بيتنا، كذاب حمل اسمه. فتحوا بيت دعارة وقال جبتوا المطبخ القد، شو بتعملوا مساجات للنسوان وانتو للرجال؟ ولو بيت دعارة المرة ببيتها تكون مع صاحبتها وانت بتكون بأوضة النوم انتو صاحبها. مش تجارة، هيدا جسدك احترمه. راحت وحدة قعدت مع ميتشو 6 شهور بأمريكا غنيمة الفهد، قالت لي ما أنا مثلك ما فيني حكي حدا. بقى أنا لا هلا ببيتي كلهم كبيتهم كل اللي تعاملت معه. خلص أنا ببيتي ما بتعاطى معهم أبدا، بسامح بس ما بنسى ما بتعامل. singing dancing and laughing كلهم هيك كان أيام بودا وأيام كريشنا. كمان ما قالوا لا بدك من نسوين ها كل النسوين إلها، بدك رجال كل رجال إلها، بدك المال كل المال إلها. بس شو عملت؟ بودا بيو ملك ترك الثروة كلها، قال له كنت ملك صرت شحات، قال له كنت شحات صرت ملك. طلع بعيوني كلنا بطريقنا إلى الاستنارة. كل الكتاب قال لهم ما تكتبوا، كتبوا باغافات جيتا حتى القرآن خربطوا فيه شيلوا وحطوا ليقرأ كل منكم قرآنه. هيدا كتاب الله المقروء والمنظور، ما في شيء جديد بس منصير نتاجر. أوشو منو فلوت، أوشو من أفقر فقراء الهند والعالم بيو وأمه، عاش الفقر ولكن جايب معه هالانتفاضة. عرف في عالم تاني من هو صغير، ما راح على المدرسة ربته سته قالت له بدك يعمله، عاش على ضفة النهر مع الحجار.
عرف في شيء، قال لهم عم فتش على شيء لحوا فيه كبير. هذا بيته كان يغزل وما بده شيء أكتر. قال لهم العالم كله بخدمتنا، كبر ربك وعيش. قال لهم ماشي كلمة صغيرة بتكفيني، أي كلمة قلتها بلغ، أي أي نفس. عم بيحكي هون عن كتاب لمخايل نعيم أوشو، بيقول كتاب مرداد إذا بدي أخذ كتاب بياخده معي. مخايل نعيم بودا قال لهم ما تعملوا مني تماثيل وما تعملوا مني ديانات، ألف تمثال وتمثال وما في واحد مثل التاني، وعملوا ديانات كتيرة وما حدا احترمه ببلده. هلأ شرق وغرب عم بفتشوا على الشاب يلي ترك الملك وترك مرته حبلة. قالوا له مرتك عم بتولد؟ قال بخاف تعلق بالطفل ومشي، ولا مرته إلى قصتها ولا ابنه عرف خالص. هو وحده انشهر بالعالم لأنه عرف إنه الحقيقة مش بالقصر ولا بالمال ولا بالحكم، إنك تكون أنت سيد على نفسك وتعرف نفسك. هذا خليل جبران بيقول بكتابه المصطفى النبي، حكي عن النبوة اللي فينا، مشان هيك بالأمة العربية كانوا قتلوه لو إجا لهون، بس احترموا الجدة ما احترموا لإله. وكتابه حول العالم، بس تقول جبران حول العالم. وبيقول عن لبنان من أجمل الأرض والبلدان بالعالم لبنان وأرز لبنان، بيحكي عن هالطاقة بالأرز اللي عم نكسرها ونشوهها. أوشو بيقول لو بتفهموا الصمت ما كنت حكيت، لأنه هذا صمت العارفين كلنا. ولو بتفهموا بالإنسان العريان مثل ديوجين كنت كمان أنا عريان، بس البسوا اللي بدكم اياه من اغلى ثيابه اغنى ثيابه وشو ما بدكم، حطوا كل اموالكم اصرفوها على حالكم او غيركم قبل ما تموتوا، خلوها تمشي سيوله. مشان هيك شال الكبت وقت اللي صرفوا كل هالمليارات، اللي معه دولار واللي معه مليار مثل بعضهم حطوهم كلهم وعملوا جنه على الارض اسمها راجنيش بورام بامريكا. وقت اللي ارتفع الاذان وارتفعت هالاصوات سيليستيال ميوزك، ريغن أمر بقتله، قال لهم أنا عارف بده يقتلني، بس قبل ما تقتلني قال له بحب أتحاور أنا وياك ومنشوف مين بيغلب التاني، إذا غلبتني اقتلني وإذا غلبتك رح ضل حبك، لأن هيدا دورك أنت. كتير مهم واحد عنده علبة صغيرة، من هالعلبة الصغيرة حط فيها سر، وقال لهم قبل ما موت بتفتحوا، فتحوا هالعلبة ما فيها شيء، هو الفناء. قالوا لك عشت كل حياته هيك مشي the emptiness. بيقول لاوتسو بيحكي عن واحد ما كتب كتب وما حكي كتير، بس عرفوا عنده سر. وقت العرف بده يموت إجا يطلع على الجبل ويموت بالجبل، يلي درك على الباب اللي بده يطلع فيه على الجبل، قال له قال أنا بدي أحكيك بحكم نعم السلطة اللي عندي إياها، من هون ما رح خليك اطلع، بدك تكتب كتاب. قعد ثلاث ايام وكتب كتاب اسمه لاوتسو. بس قال له ما في لزوم، الحقيقة ما بتنقال، بس رح اكتب كتاب لأنك أنت أمرت وأمرك بقلبي. وهون حكي عن جلال الدين الرومي، طاف 36 ساعة وقع وقام مستنير ما عمل شيء، بس هو عنده هالطاقة. مرة واحد شمس التبريزي قال له لبيه للرومي، قال له أنت بحر بس هالولد اللي مسك له إيده ابنك محيط. حكي عن كل شيء أوشو، كل الديانات وكل الطرق وكل العوالم كلها وكلها موجودة بهالإنسان.